دايماً الجمهور بيشوف اللعيبة في الملعب بشكل مختلف عن اللي بيظهروا بيه في الكاميرات، بس لما اللعيبة دي بتكون لوحدها وعلى حريتها ممكن نشوفهم بشكل مختلف خالص. تقدروا تقولوا كده حمادة تاني خالص، مرة نلاقي لعيب بيشتم مدرب، ومرة تانية لعيب بيتعصب على مراته في المدرجات، وأوقات لعيب بيخرج عن شعوره ويتعصب مع إنه بيكون كويس جداً أثناء الماتشات. تعالوا نعرف أهم اللقطات اللي أثارت جدل بين الجماهير في مونديال قطر 2022، والمفاجأة إن أفضل 3 لاعبين موجودين معنا. خليكم معنا لآخر الفيديو. أول حاجة حصلت كانت للنجم ميسي بعد ماتش الأرجنتين وهولندا في كاس العالم 2022 اللي اتلعب في قطر وانتهى بفوز الأرجنتين بضربات الجزاء في الدور ربع النهائي. لما كان بيعمل في لقاء تلفزيوني وفجأة حصل مشادة مع شخص كان واقف ورا الكاميرا وقال له بالترجمة إلى من تنظر هكذا واذهب أيها الأحمق، وبعد كده عرفنا إن الشخص ده كان فوتر فيجريست لاعب هولندي ومهاجم هولندا كمان اللي كان بيستفز لعيبة الأرجنتين في ضربات الجزاء. وطبعا دي ما كانتش الواقعة الوحيدة لميسي اللي كانت خانق مع مدرب هولندا فان جيل بعد حرب التصريحات بينهم قبل الماتش وبعد آخر ضربة جزاء للأرجنتين. راح احتفل بطريقة مستفزة جدا قدام دكة بدلاء هولندا وقال له أنت تسافر كثيرا، وقال في تصريحات بعد انتهاء المباراة بترجمة لا أعرف لماذا يقول فان جيل إنهم لعبوا كرة قدم جميلة، واعتمد هو فقط على الكرات الطويلة للاعبين طوال القامة. لكن اللقطة التانية كانت للنجم المغربي أشرف حكيمي ومراته هبة عبوك بعد ماتش البرتغال في الدور ربع النهائي في مونديال قطر. المصورين سجلوا لهم فيديو كانت مراته متعصبة جدا وفضلت تزعق وقالت له يعني لفيت الملعب كله وما هنش عليك تيجي تحتفل معايا. هبة كانت متضايقة جدا لأن أشرف حكيمي بعد الماتش خلص واحتفل مع والدته في أرض الملعب وبعدها راح يحتفل مع الجمهور وسابها لوحدها، وهي طبعا اعتبرت ده تجاهل وحصلت بينهم مشادة كبيرة وطبعا بوظت فرحة فوز المنتخب بالتأهل للدور قبل النهائي. اللقطة الثالثة كان بطلها النجم الفرنسي كيليان امبابي اللي قدر يستفز انجلترا بالكامل بعد ماتشهم في الدور الربع النهائي من مونديال قطر، وده حصل بعد ما النجم الانجليزي هاري كين ضيع ضربة جزاء وشاطها فوق العارضة كانت هتغير نتيجة الماتش. وعدسات المصورين صوروا رد فعل امبابي اللي ضحك بطريقة هستيرية اعتبرتها الجماهير الانجليزية سخرية من هاري كين. وطبعا الاعلام الفرنسي كان لازم يدافع عن نجمهم الاول، ولقيناه على قناة TF1 الفرنسية اللي نشرت ضحكة امبابي على حسابها على تويتر وقالت كانت لدينا جميعا نفس ردة فعل امبابي عندما أضاع كين ركلة الجزاء. وعلشان ما ينفعش يكون في كاس العالم ورونالدو ما يكونش موجود فيه فكان لازم يركب الترند، وده حصل في ماتش البرتغال ضد أورجواي في دور المجموعات اللي اتلعبته الكورة مع زميله برونو فرنانديز، وحاول رونالدو انه يلمس الكورة اللي كانت عارفة طريقها للشبكة وجات جول، وشوفنا رونالدو هو بيجري وبيحتفل بالهدف مع زمايله والجماهير. بس بعد ما الكورة اتعادت أكتر من مرة اكتشفنا ان رونالدو ما لمسهاش، وبعد جدل كبير بين الجماهير والفيفا الهدف اتحسب لفرنانديز، وحصل جدل كبير من بعدها ان رونالدو بقى بيقعد احتياطي وبينزل في اخر الماتشات بس. وبعد الماتش لقينا رونالدو تاني خالص غير اللي نعرفه، كان متضايق وفضل يشاور على شعره ويأكد لنا بالاشارات انه لمس الكورة براسه ولازم الهدف يتحسب له.